تشاهدي قناة سكينة، مرحبا بكم في فيديو جديد. بغيت نوريكم طريقة تقديم جديدة، بنعطيكم بعض الأفكار. المهم بقوا معنا وشاهدوا الفيديو، فرجة ممتعة. دابا نمر لطريقة التقديم. كنشدو بولا KFC، كنحطو حداها لي نوغات، كنديرو ورقة ديال الخس زعما على أساس شجرة، وكنديرو طوماط سوغيز نحطها فحال هكا على أساس زعما شجرة ومتميرة. كنحطو الشمش، هي حامض في المايونيز، وكنشدو لي بوم كروكيت كنديرو فيهم واحد الزيتونة بحال هكا زعما بحال السحاب. كنميلو بحال هكا، كتجي بحال هكا بوم كروكيت. وكنديرو دابا الخس مقطع بحال هكا، كنديرو بحال العشب هنايا. ممكن يبقى تقديم اختياري، حنا بغينا غير نقربوكم من الشكل. كيجي على هاد الشكل اعزائي المشاهدين. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله، وما تنساوش بارطاجيو فيديو مع احبابكم وصحابكم، وتابوناو في لاشين وديروا جيم لايك وتهلاو وعواشركم مبروكه. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. كيف ما كتلاحظوا اعزائي المشاهدين، نقدروا نبريزونطيو بطريقه التقديم في حال هذا الشكل، كيجي عاطي العين والمنظر ديالو زوين، وكيفتح لك الشهيه باش كتاكل. المهم كيف ما كتلاحظوا هنا المايونيز درناه في هذا الشكل في الحامض، ودرنا بوم كروكيت على هذا الشكل على شكل سحابه، وهنا درنا لي نوغات، درت هنا الخس، درنا على شكل شجره، وهنا هذا بحال جبيل صغاور، وهنا زعما العشب. المهم افكار بسيطه تقدر تعطيك بحال هذا الشكل اعزائي المشاهدين. المهم اللي عجبكم هذا الشيء شجعوني بلي كومونتير ولي لايك، وبارطاجيو فيديوهات مع احبابكم وصحابكم، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. ها هو طريقه اخرى للتقديم بحال هذا الشكل. مهم الى عجبكم الافكار ديالنا في التقديم والفيديوهات ديالنا، تابوناو في لاشين وديروا جيم لايك كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، والى اللقاء في وصفات قادمه ان شاء الله. اتمنى ان تروقكم فيديوهاتنا وان تستفيدوا منا، وذلك بالضغط على زر الاشتراك حتى لا يفوتكم جديدنا، وان تفيدوا بعضكم عبر مشاركه الفيديوهات مع اصدقائكم واحبابكم. ولكم مني أطيب التحيات من طاقم القناة، ونتمنى لكم تمضية وقت ممتع معنا. ولا تنسوا لايكات إذا أعجبتكم فيديوهاتنا، وترك تعليقاتكم واستفساراتكم لنا. وشكرا على حسن تتبعكم، مع تحياتي. إلى اللقاء.